فلسطين أمانة، والتطبيع خيانة، فلسطين أمانة، والتطبيع خيانة. ويا للعار يا للعار، ويا للعار يا للعار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. منذ 7 أكتوبر وشرائح واسعة ديال الشعب المغربي كتخرج كل ما سمحت لها الفرصة على الأقل 2 مرات في الأسبوع فوقفات تنديدية بهذه المجازر الوحشية اللي كنشوفوها مع هذا الكيان الغاصب، الكيان الصهيوني. ثم كانت واحد المجموعة ديال المسيرات ماشي فقط في الرباط، في مجمل ديال المدن الكبرى المغربية. هذه المسيرات كيخرج لها الشعب المغربي باش كيعبر على التضامن ديالو مع الشعب الفلسطيني المحتل منذ سنة 1948، ماشي من 7 أكتوبر، من 1948 هو كيعاني من ويلات ديال الاحتلال، الاغتصاب ديال الأرض، القتل ديال النفوس البشرية كل ما تحت له الفرصة. العدوان ماشي فقط على غزة، على كل فلسطين تاريخية. كشفنا كذلك الاقتحام ديال المدن الآمنة في الضفة الغربية، وشفنا كذلك الجرائم ديال الوحش الحقيقة اللي هي لم يسبق لها مثيل في هذا القرن هذا. الأشلاء ديال الأطفال في كل مكان، شفنا إعدامات ميدانية اللي قام بهم هذا الجيش الصهيوني اللي كيعتبر راسه واحد ديال الديمقراطية. هذه الحرب كانت كاشفة، كشفت بأن هذا الكيان الوهمي، هذا الكيان اللي المصير ديالو يعود إلى الفشل، هذا كيان مغتصب، هذا كيان يستعين بآلية همجية من أجل التقتيل ديال الأطفال ومن أجل التقتيل ديال المدنيين باش يبقى ما أمكن له في هذه البقعة المقدسة ديال 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 الوطن ديالنا كأمة إسلامية. وبطبيعة الحال حنا ماشي فقط قضية دينية ولا قضية وطنية ديال المغاربة، هذه قضية إنسانية. شفنا واحد المجموعة كبيرة جدا، وشفنا مسيرات ضخمة يمكن أكبر من المسيرات اللي كانت في الوطن العربي، شفناها في الولايات المتحدة الأمريكية، وشفناها في إنجلترا، وشفناها في مجمل ديال الدول الغربية. هذا يدل بأن الإنسانية لا تجزأ، وهذا المنظر المقزز ديال الأطفال الرضع والأشلاء ديالهم في كل مكان، وهذا القتل الهمجي البربري في هذا القرن هذا، راه ما يمكنش تقبلوا النفس الأبية الحرة. بطبيعة الحال هذه الدماء الزكية وهذه الآلام الكبيرة جدا منذ 1948 ولكن ترسخت في هذا الاعتداء البربري، ممكن لا تؤدي الا الى الاستقلال ديال دولة فلسطين. وحنا مغاربة المأمل ديالنا ولا الجيل ديالي المأمل ديالو باش ان شاء الله بإذن الله منين نمشيو للقدس سواء عمرة ولا حجا ندوزو ان شاء الله الباب المغاربة نصليو في القدس الشريف بإذن الله. وهذا الأمل ديالنا محرر، كاملا محرر بإذن الله. هذا الأمل ديالنا غيكون قريب بإذن الله، لأن هذه الدماء ممكن لا تؤدي، هذه التضحيات الجسم ممكن لا تؤدي إلا إلى الحرية والتمد ديال الحرية. بطبيعة الحال ما كان سهل، حنا كنشدوا بأيدينا لهاد المقاومين الفلسطينيين والشعب المغربي ولا فئة شعب واسعة ديال الشعب المغربي غدير داك الشيء اللي كيسمح به القانون من أجل إسماع الصوت ديالها بأنها كتضامن مع هذه القضية العادلة ديال الشعب الفلسطيني الشقيق، والشعب المغربي والشعب الفلسطيني إخوة في الدين، إخوة في الإنسانية، وإخوة بطبيعة الحال في العقيدة. القلوب ديالنا كاملة مع الشعب الفلسطيني حتى ياخذ إن شاء الله بإذن الله الحرية ديالو، وهذا الفجر إن شاء الله قريب بإذن الله. هذه المسيرة هي مسيرة الشعب المغربي اليوم ليؤكد يعني ثانية بأنه مع فلسطين، مع المقاومة، مع المقاومة التي أذلت الجيش الصهيوني، وليؤكد للمرة الألف بأنه ضد التطبيع، وبأن على الدولة المغربية أن تسارع إلى إلغاء التطبيع وقطع كل أشكال العلاقات مع المجرمين، مع الصهاينة. هذه المسيرة التي دعت لها الجبهة تؤكد اليوم بأن الشعب المغربي قاطبة مع فلسطين ومع المقاومة، سيظل كذلك إلى أن تتحرر فلسطين، كل فلسطين، من بحرها إلى نهرها. هذا الهدف الذي حددته المقاومة، ونوجه تحية إكبار
وإجلال إلى المقاومة بقيادة كتائب عز الدين القسام بأنها أدلت الجيش الذي ادعى بأنه لا يقهر وبأننا نقول لهم سيروا على بركة الله نحو تطهير السجون من كل المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، وسيروا كذلك نحو تحرير فلسطين، كل فلسطين، وتحية نضالية للشعب المصابر، شعب الجبارين، شعب فلسطين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذه المسيرة المليونية في إطار فعالية تضامن الشعب المغربي مع قطاع غزة، فنحن هنا إذن لنجدد تنديدنا بالمجازر البشعة التي يقترفها الكيان الصهيوني ومن يدعمه من بعض الدول الغربية ضد الشعب الفلسطيني، ونحن هنا أيضا لدعم المقاومة، ليعلم المقاومون ويعلم المجاهدون ويعلم الصامدون في غزة أنهم ليسوا وحدهم، لكن الشعب في العالم العربي والإسلامي وأيضا في أحرار العالم كله معهم. وكذلك نحن هنا في الرسالة الثالثة ضد كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. نحن نقف اليوم بعد مرور 3 سنوات على تاريخ اتفاقيات التطبيع المشؤوم مع الكيان الصهيوني، إذن ندين هذه الاتفاقيات، نجددها ونطالب بقطع كل أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني وإلغاء هذه الاتفاقيات وإلى استمرار الدعم لغزة، ولنا يقين إن شاء الله في نصر المقاومة على الكيان الصهيوني وتحرير فلسطين. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.